ايه ويقال ايضا انه رفع دعوى قضائيه ضدك. هو فعلا انا يعني سئت له ليش بس ما رافع دعوى قضائيه؟ ليش مو انا اللي احكم؟ يعد منه يعني الجمهور اللي يحكم والناس اللي تعرفه. لاسباب شنو؟ اسباب يعني ممكن ما اقدر اذكرها بالقناه. يعني شنو؟ اسباب اللي هو ابن سوريا شنو شخصيته وشنو هو؟ وانت شنو مسؤول عن الناس؟ زين اوكي. ايش عليك بالناس؟ انا اقول لك اول شيء يعني احكي المواضيع؟ احكي سوالف براحتك. انت اليوم ك يعني داخلين بمنصه. نعم. وكلكم على حب الله ورسوله وكلكم كل واحد تصوير. نعم. اول شيء هو دراما وهاي الامور. يعني هاي دراما 24 ساعة داخل بواحد مسويها مشكلة. ثاني شيء هو داعشي. ها عندك علم بهالموضوع؟ لا ما عندي. يعني هو داعشي انت اليوم انا اوكي احاربه ما عندي مشكلة وياه ولا مسوي لي شيء اوكي احاربه داعشي.